À toutes et à tous chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer fricassée. Les ingrédients pour la recette, il me faut de la farine, des œufs durs, de la levure, du sel, l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigre, un œuf, d'huile d'olive pour mélanger la farce après, de la harissa, du thym et des pommes de terre et des olives. Voilà tout ce qu'il faut pour notre recette. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا فريكاسي، روسيت سهله برشا، وروسيت هذه تونسيه معروفه وغنيه على الطريف. شنو يلزمنا للروسيت؟ انا مش حضرت الفرينه، 500 غرام فرينه، خذيت عظم طيبتها، عظم طايبه، خميره نتاع الخبز، ملح، مغرفه خل، عظمه باش نخلط بها العجينه نتاعي، شويه زيت زيتون باش نخلط به الهريسه، وتن وزيتون وبطاطا باش نعمل بها الفريت. تابعوني تشوفوا الروسيت سهله برشا، ما طلبش برشا وقت. ناخذ الخميره نتاعي، الملح، لا لوفيغ، السل، شويه ان بيدو، خلطهم مع بعضهم، جو ميلونج، جاجوت لوف، نحط كعبة العظم نتاعي ونبدأ نحط الفرينة نتاعي بشوي بشوي. دو سومون جو مي ما فارين فيغ ا مزيغ دو سومون، جو مي با تو ا لا فوا. خلط، جي بخي 500 غرام دو فارين، نبدأ خلط العجينة نتاعي حتى تحصل على عجينة. يعني مش نعمل الخبز، سهلة برشا، مفيش حتى مشكلة. نحط العجينة، جاجوت بتي ابتي دلو، نبدا نخلط. زيد نحط الماء، نبدا نعجن بيدي. خلط العجينة نتاعي، جاجوت فينيغر دو سيدر، ناخد العجينة نتاعي نعجنها، تسمى التعجن بالقلاية العجينة بتاعتكم. خليها ترتاح العجينة، نشغل السوبوزي، جي بريبار مي بوم دي تيغ، جو في لي بريباري كوم دي فريت، كوم انا باغي نقصها بيدي ولا نقصها بالاباري هذه. On va passer à la friture. تو نهز البطاطا نتاعي باش نقلاها، نجمو نفوروها اذا كان نحبو نفورو البطاطا. نقشر العظم نتاعي حضرتها، حضرت الطن نتاعي، ماذا بينا ناخذوه من غير زيت الطن، خاطر قليان فريكاسي مقلي ونزيد نحط الزيت الطن بالزيت سيطرو. قص العظم نتاعي، نقص شوية معدنوس، ناخد توا الهريسة نتاعي،
نحط عليها شويه زيت الزيتونه ومغرفه ماء، شويه نحط مغرفه صغيره نخلط je mélange la rissa avec une cuillère d'eau d'huile d'olive. Je prépare une assiette pour les frites. Je mets sous les mains. حضر الكاسرونه تاعي للقليان، صب الزيت نتاعي. Je prépare ma casserole pour la friture maintenant. نتفقد العجينه نتاعي توا كيما تشوفوا العجينه نتاعي تحفونه الاخر، حاول نحي منها الهواء موشوط هذاك. الطريقه هذه تنحو الهواء الموجود. نقسم العجينه نتاعي على زوز، صب شويه زيت، زيد نعاود ندهن بشويه زيت باش نجم نحلها. هي ديجا الخميره العجينه نتاعي خامره، ما لازمنيش نزيد نحلها. نحط المقله نتاعي في النار بطون، هنا نحضر الفريكاسي نتاعي. ناخذ طنبون ولا كاس ولا اللي عندكم. و فوالا مي زامي، مانتنون فا باسي على فريتور. توا نمشو للقليان نتاعنا، نبدا نقلي. نشوف الكعبه نتاعي صفارت، نحيها من الزيت. كيما تشوفوا الفريكاسي نتاعنا احضر، ولا ميزامي فريكاسي سي بري. كيما تشوفوا الفريكاسي منفش تحفون. فارغ الفريكاسي كيما تشوفوا العجينه، ما فيش عجينه من داخل، يلي مانيفيك. ما رست كو جو لو رومبلي مانتنون. نخطو الفريكاسي نتاعي، نحط شويه هريسه، جو مي لا ريسا. حط العظم نتاعي لي زوسي، نحط شويه فريت، غيبه زيتون.
Voilà mes amis, comme vous voyez, le fricassé est prêt. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الفريكاسي نتاعنا حضر روسيت ما تطلبش برشا وقت ما تكلفش زاد كيف ان شاء الله عجبتكم الطريقه اللي حضرت بها وان شاء الله تحطوا جيم اذا كان فريمون عجبتكم الروسيت تبقوا على خير وان شاء الله نتقابلوا في روسيتنا احسن